وحياكم من جديد. وصلنا معكم لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حال العالم. من آخر الأخبار، آخر فيديوهين كانت ترندي، واحد عندي واحد عند لمية، إن شاء الله حنستمتع فيهم نشوف إيش اللي حنشوفه في هذه الفيديوهين. بداية الفيديو الأول اللي عندي نزل بعنوان دحرجت الموت تنقذ مدربا من بين فكي تمساح عملاق، وهذه فعلا اتصورت فيديو حنشوفها الان. بس بقول لكم انه دحرجت الموت هذه انقذت المدرب التايلاندي من بين فكي تمساح عملاق. وقع الحادث وقت ما كان عرض امام الجمهور في حديقه فوكيت لعالم التماسيح عفوا في تانديش فيها يعني. كشف هذا الفيديو المروع طبعا اللحظه المفاجئه اللي حاول فيها التمساح انه يلتقط هذا المدرب زي ما احنا شايفين الان. التمساح يبلغ طوله 3 أمتار. يعني أنا بدي أشوف صراحة، ما بدي أهرج صراحة، شر البلية ما يضحك. شوف شوف دار يعني دار هو بيده، هو ايه اللي جاء لين عنده بس عشان المدرب. هو في عرض لمية دار بيده دورة كاملة عشان بس يفصلها عن باقي جسمه. طبعا فك التمساح ما يحتاج، لكن المدرب طبعا صاحب خبرة دار بجسمه دورة كاملة مع التمساح وسحب يده بسرعة في اللحظة المناسبة. الله لا الله لا، ليه ايش ربي حاوجك؟ ايش ربي حاوجك؟ ايش ربي حاوجك؟ اللي ذكروا في الخبر انه المدرب كان ذو خبرة طويلة وشجاع جدا، وشجاعته مكنته من هذا من النجاة، وما مو اصيب الا بجروح طفيفة جدا، وراح يرجع يعمل مرة ثانية في عالم التماسيح لو منه حاعتزل تماما. لا انا مو حاعتزل، انا قاعد اطالع في التمساح اللي فاتح فمه، وبعد ما دخل دخل يده في فمه برضه فاتح فمه. يعني ما انا عارفة، كان يقول له انت حط يدك مرة ثانية وشوفني. بيلعبوا لعبة هم، مشكلة هذه. نروح لخبرنا الثاني، ما يسمى الطفل الجبار اللي أنقذ شقيقه من الموت. هو مقطع فيديو تداوله كثير على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظهر فيه طفل صغير وهو يلعب مع أخوه التوأم، وفجأة كان الطفل طبعا أنقذه من الموت المدرك أمام عينيه. شاف أخوه بيموت أمام عينه، وكان سبحان الله أنه أقول لكم الأطفال أعمارهم تقريبا بين السنة وسنتين، يعني لا يتجاوزوا أكبر من كذا أبدا. يقول لك كانوا يلعبوا في غرفتهم وفجأة، وراح نشوف أكيد الفيديو مع بعض، الدولاب اللي كانوا بيلعبوا فيه شفت الفيديو يطيح على أحد الأخوان أو الأشقة زي ما بنشوف مع الفيديو. ففجأة الطفل قاعد يحاول وما استوعب اللي صار، فقاعد يحاول كيف يقدر انه ينقذ شقيقه وهو قاعد يبكي يبكي يبكي, يبكي ويصرخ. طبعا ما في احد قدر انه يشوفهم، يعني واضح انه كان في كاميرا في الغرفه، بس اللي انا يعني نفسي اعرفه فين كانت الام في هذا الوقت. وطبعا بعد كذا فكر الطفل وراح رفع يده، يا الله، رفع بيديه الصغيرتين الخزانه عن جسد شقيقه إلا أن تمكن من الأخير من الخروج سالما طبعا. وذكروا أنه لم يصب بأي أذى هذا الطفل، بس صراحة حكمة ورجاحة وعقل الطفل وهو بيحاول أنه ينقذ أخوه من الموت فعلا. كانت جدا جدا لحظات قوية ومؤثرة جدا فعلا. حكمة ورجاحة عقل الطفل في كبار ما عندهم هذه الرجاحة. على فكرة شفت الفيديو اللي يسأل الولد قاعد يدور حول الدولاب فترة طويلة لما لقى الطريقة الصح. الواحد يحاول لما يلاقي ايش ما كانت المشكله عنده، شيء غريب. ننتقل الى خبرنا الثالث معنا اليوم، وابتكار فريد وشحن بطاريه للهواتف الذكيه من خلال جسم الانسان. ما اعرف احنا قلنا خبر زي كذا قريب؟ قريب من كذا كان. قريب من كذا، طيب. تمكن مخترع شاب من ابتكار مولد كهربائي يستمد الطاقه من جسم الانسان في مسعى الى مساعده مستخدمي الهواتف المحموله على البقاء متصلين باجهزتهم قدر المستطاع. ناقصين احنا يا عم المخترع. عموما يقول لك بكل بساطه تقوم الطريقه الفريده من نوعها انه يمسك المستخدم بمولد كهربائي صغير ذو شكل كروي في يد المستخدم، ويقوم بتحريكه عشان يولد هذه الطاقه اللي يحتاجها لجواله. بعد كذا يتم وصل الجهاز الصغير بالهاتف عبر كيبل عادي زي ما احنا شايفين في الصوره عشان يزودوا بالطاقه اللي يتم توليدها من خلال حركه اليد. واستطاع المخترع هذا انه اللي ما يتجاوز عمره 19 سنة انه يحظى بدعم كبير من الانترنت عشان يمضي في مشروعه، وجمعوا تبرعات فاقت ال 71 ألف دولار بس لهذا الاختراع، وحقق المستخدمون منفعة مزدوجة باستخدامهم المولد الكروي اللي شايفينه احنا في الصورة اللي على اليسار، فهم يشحنون هواتفهم بحركة اليد فقط.
كما يقومون بتمارين صحية لأصابعهم من خلال هذه الحركات طوال الوقت. ما احنا ناقصين الجوال يكون في يدنا اكثر من كذا يعني اكثر من كذا ما اعرف ايش نسوي حقيقي، نعيش ونشوف اخبار. لا برروها بحركه صحيه. ايوه انه ما اعرف ايش ممكن حقيقي. يعني انت عندك خبر تكنولوجي وانا كمان عندي خبر تكنولوجي. ابغى اسالك قبل ما اقول خبري، كم مره تصلح جهازك اللابتوب او كم مره يخرب عليك في السنه جهازك اللابتوب؟ بلاش انا عشان انا مره كثير. لا هو كمتوسط يعني كل 3 شهور الى 6 شهور. كل 3 شهور الى 6 شهور طبعا. اذا خرب عليك اللابتوب يا بتوديه عند مصلح انه يصلح لك هو او فني يصلح لك جهاز اللابتوب، او ترميه وتروح تشتري جهاز لابتوب جديد. صح؟ والله ما اشتري غيره اصلا. لكن مع اختراع اليوم او جهاز جديد يرفع كفاءة الحواسيب القديمة، طبعا اللي قامت احدى الشركات الامريكية باختراع جهاز ذكي صغير في حجم الفلاش ميموري، يقول لك يرفع كفاءة حاسبات القديمة والمعطلة كمان. طبعا وهذا الجهاز الجديد السحري اللي يسموه باكسترا بي سي، حل سريع دون إضاعة الزمن اللي يستغرق في إصلاح ورفع كفاءة الحاسبات القديمة، لأنه بمجرد استخدامك لهذا الجهاز يستعيد حاسبك القديم كفاءته ويعمل بكفاءة الحاسب الجديد. طبعا المفاجأة الكبرى أنه قيمة هذا الجهاز اللي شفناه مع بعض على الشاشة هو 30 دولار أو لا يتجاوز $30، وتمنح كمان الشركة المصنعة ضمان لمدة 30 يوم، يعني $30 وكمان يعطوكم ضمان 30 يوم، بيقنعوكم قد ما يقدروا انكم ما تغيروا حواسيبكم، وتقدروا انكم ترفعوا كفاءة هذا الحاسوب بفلاش ميموري فقط. طبعا وهذا الموضوع اللي لم يسر شركات الحاسبات لان راح يخسروا كثير اذا جاء الحل هذا، حتكون خسارة جدا كبيرة عليهم. الناس حيبطلوا انهم يشتروا حواسيب جديده وحيكتفوا باجهزه الكمبيوتر الموجوده عندهم، وبكذا طبعا حيوفروا على المستخدم وحيخسروا الشركات. هذه مشكله لكن في نفس الوقت فائده، ودائما الشركات هي تحرص على انه الواحد يعني يشتري من عندها منتجات كثيره. انا اعتذر اذا كان في مشكله في لساني بس عشان عندي مشكله فمي، فيعني عشان احد يقول ايش بس ايش بقى اتكلم كذا عشان بس تعرفوا. عموما احنا حنكمل في برنامجنا اخر فقره حنستمتع فيها كثير لانه فيها كثير من الرياضه والادرينالين. جاهزه لميه؟ جاهز. يلا بعد الفاصل.